يوم الرابع عشر من شهر يوليو تموز من كل عام تحل ذكرى الرحيل الفاجئ لقيثارة السماء الأميرة الساحرة الفنانة أسمهان وهي في ريعان شبابها، وأسمهان التي شغلت الدنيا بصوتها وفنها وجمالها وكذا بشخصيتها، كانت ولن تزال علامة مشرقة في تاريخ الفن والغناء العربي الجميل والأصيل، وسيبقى صوتها الشجي يملأ الأسماع ويفعم الوجدان بأحلى وأعدب الأنغام والألحان. وسيرا على نهجي في قناتي المتواضعة هاته، وحرصا على التوثيق لكل ما يتعلق بحياتي وفن فريد الأطرش الأمير الفنان وتوأم روحه شقيقته أسمهان، يسعدني أن أشارككم قصة أسمهان كما رواها صاحب الموعد الراحل محمد بديع سربيه في 13 حلقة عام 1978 تحت عنوان قصة لا تنسى. وقد نوه في تقديم الحلقة الخامسة بأنه ينقل فصولا من حياة أسمهان ولا يروي تاريخها أو قصة حياتها كاملة، ومن ثم فإن ما يتناوله في هذه الفصول قد لا يكون بالضرورة على أساس التسلسل الزمني. عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل، وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة الخامسة من قصة لا تنسى، وهي قصة أميرة الطرب العربي الراحلة أسمهان بقلم صاحب الموعد الراحل محمد بديع سربيه، كما وردت بعدد المجلة ليوم العاشر من شهر غشت آب عام 1978، وكانت بعنوان جاء الأمير حسن وعاد غاضبا على أسمهان، وتجدون في صندوق الوصف روابط الحلقات السابقة لمن فاته الاستماع إليها والاستمتاع بها ولحظات مفيدة وممتعة. كتب محمد بديع سربيه: كل الذين عاشوا المرحلة التي أمضتها أسمهان في مصر منذ لجوئها مع عائلتها إليها في العام 1923 إلى اليوم الذي انتهت فيه حياتها بحادثة سيارة على طريق مصيف رأس البر، بل إن كل الذين تناولوا بالتفصيل والتحليل قصة أسمهان التي لا تنسى أجمعوا على القول والتأكيد بأن زواجها من قاربها وأحد أبرز أمراء عائلتها الأمير حسن الأطرش كان هو نقطة التحول الهامة في حياتها، لأنها بعد هذا الزواج محت الأحزان التي كانت تغلف صفحات أيامها ولياليها، وأعادت إليها الثقة بنفسها وجعلتها تزهو من جديد بأنها إحدى أميرات الجبل. ولقد كان إحساس أسمهان بالضياع في مصر، ولا سيما عندما بلغت سن الصبا وأصبحت في سن 18، نابعا من ضيقها بحياة الفقر التي تعيشها هي وعائلتها، والتي لا تليق بأصلها وفصلها وحسبها وناسبها، ولا بالأمراء والأميرات التي هي منهم. وكثيرا ما كانت آمال الأطرش قبل أن تحمل اسمها الفني أسمهان تنفجر باكية في وجه والدتها السيدة عليا المنذر، وتقول لها باحتجاج: لماذا يا أمه جئت بنا إلى مصر لنعيش فيها هذه الحياة الخانقة؟ لما تركنا الجبل حيث كنا نسكن القصور وأتينا إلى هنا لنسكن بيتا لم نكن نرضى بأن يسكن في مثله حتى أفراد عشيتنا؟ وتجيب الأم بأسن: إنما حملتكم إلى مصر يا ابنتي هربا من أخطار حرب الجبل مع الفرنسيين. وترد أسمهان ببكاء أكثر: ما أهون الحرب أمام ما نواجهه هنا من متاعب العيش. وصحيح أن الفتاة آمال سعدت فيما بعد بالشهرة التي تهادت إليها بعد أن غنت، وبالترحاب الذي تقابل به كلما ذهبت إلى مكان لتغني، خصوصا وأن مكاسبها من الغناء قد هيأت لها هي والأسرة فرصة الاكتفاء المادي نسبيا، فلم تعد الأم تتعب وتشقى من أجل أن توفر الغذاء اليومي للأسرة، ولا أن أسمهان التي كانت قد أحبت الغناء وما يحمل إليها من أمجاد وتصفيق وإعجاب
كانت في كثير من الليالي ما أن تعود إلى البيت حتى تلقي برأسها إلى وسادتها وتملأها بالدموع، فيهرع إليها شقيقها فريد الأطرش الذي كان قلبه يخفق دائما بالعطف والحنان عليها، والذي كان هو الآخر يكافح من أجل لقمة العيش وبناء المستقبل الأفضل. يهرع إليها يسألها: إيه يا أمال، هل يؤلمك أن تغني للناس إلى هذا الحد؟ وترد عليه: بالعكس يا فريد، لقد أحببت الغناء جدا، إنني أحس أني أسبح في دنيا الخيال والراحة النفسية عندما أغني، ولكني أشعر بالغصة لأنني أغني مقابل أجر ومن أجل الفلوس. ويسألها فريد بسذاجة: إزاي يا أمال، وهل تريدين أن تغني في الإذاعات والمسارح بلاش؟ وتجيبه: يا ريت، أحب أن أشعر بأنني أغني لنفسي ومن تلقاء نفسي وبدافع من إحساسي، وليس لأن الناس تشتري غنائي بالفلوس. ويربت على كتفها قائلا: معليش يا حبيبتي، لا بد أن تفرج يوما، وعندما أستطيع أنا أن أكسب المال الكثير وأقوم وحدي بمصاريف البيت، فإنني أعدك بأن أدعك تحققين ما تريدينه وتغني مجانا. ويضحكان وتتوالى الحكاية نفسها مع الحوار ذاته في أكثر الليالي، إلى أن أطل على القاهرة الأمير حسن الأطرش. إن الأمير بن الجبل الدرزي لم يكن على صلة مباشرة قبلا بالأسرة الصغيرة التي نزحت من الجبل إلى مصر، وهو لم يكن قد رأى أسمهان أو آمال الأطرش إلا مرة واحدة عندما كانت في السادسة من عمرها، ثم إنه كان في دمشق يتلقى العلم عندما نزحت علياء المنذر زوجة الأمير فهد الأطرش إلى مصر مع أولادها الثلاثة الصغار فؤاد، فريد، وآمال. وهنا أيضا أسمع من الرواة أن الأمير حسن الأطرش عندما جاء إلى القاهرة في تلك الأيام واستقبل فيها من السلطات بما يليق بالمكانة التي تحتلها عائلته في الوطن العربي، كان متأثرا إلى حد كبير بما سمعه وهو في الجبل بعد انتهاء دراسته من أن إحدى بنات العائلة قد أصبحت مغنية في مصر، ولهذا كان في تصميمه أن يمنعها من الغناء إما بالحسنى أو بالقوة. ولأنه لم يكن يعرف عنوان البيت الذي تقيم فيه أسرتها، فقد ظل يسأل ويبحث إلى أن قيل له إنها تغني في مسرح ماري منصور بشارع عماد الدين. وذهب إلى المسرح، وفور دخوله وجد الشابة الحسناء تطلق صوتها الجميل العذب في أحلى المواويل والأهازيج، فأدرك على الفور أنها هي بنفسها آمال الأطرش التي يبحث عنها، فإن ملامح وجهها أنبأته بأنها من العائلة، وفضلا عن ذلك فإن مخارج ألفاظها أكدت له أنها بنت الجبل. وجلس الأمير حسن على أقرب كرسي وأخذ يتأمل الفتاة الحلوة الوجه والصوت، وهو غير مصدق أنها هي التي لمحها طفلة في السادسة من عمرها ذات يوم، ثم وفجأة تذكر المهمة التي جاء من أجلها، فاستدعى أحد موظفي المسرح وقال له: إنني قادم من بلد أسمهان وأنا قريب لها وأريد مقابلتها بعد أن تنتهي من الغناء، فهل تستطيع إبلاغها ذلك؟ وأجابه الموظف: أستطيع إبلاغها، ولكنها لن تجيء إلى هنا أبدا، إنها عندما تنهي وصلتها الغنائية ترفض أن تسلم على أي كان وتخرج من الباب الخلفي حيث يكون بانتظارها شقيقها الأستاذ فؤاد الأطرش. وعاد الأمير يسأله: وأين هو الباب الخلفي هذا؟ وأشار الموظف إلى الباب، فقام الأمير حسن من مكانه وذهب إليه، وفعلا وجد هناك شابا يافعا أنيقا بدا وكأنه ينتظر خروج أحد من المسرح. وتقدم منه الأمير حسن وقال له: أنت فؤاد الأطرش؟ وعلى طول اهتز فؤاد الأطرش للهجة التي ذكرته على الفور بلهجة أبناء الجبل، فقال له: أيوة أنا فؤاد، وحضرتك مين؟ وقال الأمير حسن: وهل أنساك الزمن يا فؤاد، قريبك حسن الأطرش؟ وصاح فؤاد بفرحة غامرة: حسن، الأمير حسن، يا هلا، أي صدفة سعيدة جاءت بك إلى هنا.
وتعانقا بحرارة وأخذا يتمشيان على باب المسرح، بينما كان صوت أسمهان ينبعث من الداخل عذبا شجيا. وأخذ الأمير القادم من الجبل يسأل فؤاد عن أحوال العائلة، وكيف جاءت إلى مصر، وكيف تعيش، وأي ظروف واجهت، دون أن يأتي أبدا على ذكر أسمهان أو سبب احترافها للغناء. وكأن فؤاد الأطرش كان ينتظر أن يلتقي بواحد من أفراد عائلته، فراح يروي للأمير حسن كل الظروف التي واجهت العائلة عندما هربت من نيران الحرب في جبل الدروز، واستقرت زمنا في بيروت، ثم كيف خشيت الأم أن يعرف الفرنسيون بوجودها مع أولادها في بيروت، فيأخذوها هي والأولاد رهينة لإضعاف عائلة الأطرش لهم في الجبل. وراح يسهب في وصف كل شاردة وواردة في مأساة العائلة الصغيرة، ولكن ودون أن يأتي هو الآخر على ذكر حياة احتراف أسمها للغناء، فقد كان فؤاد الأطرش وهو الولد الأكبر في العائلة يعرف أي خرق خطير لتقاليد العائلة أن تقف إحدى بناتها على المسرح وتغني. وعندما انتهى فؤاد الأطرش من رواية القصة، كانت أسمهان قد انتهت أيضا من وصلتها الغنائية، وخرجت من الباب الخلفي للمسرح لتجد نفسها أمام شقيقها فؤاد الذي أسرع فورا يقدمها إلى الرجل الذي يقف معه قائلا: أمال، سلمي على ابن عمنا الأمير حسن الأطرش، إنه قادم إلينا توا من الجبل. ومدت أسمهان يدها بهدوء وسلمت على الأمير، وكانت هذه هي عادتها كلما التقت بأي شخص لأول مرة. وعندما همت بالصعود إلى السيارة، قال فؤاد لقريبه: ألا تتفضل معنا يا أمير لتتعرف على البيت؟ ورد الأمير: هذا أقل واجب، أن نزور بيوت الأقرباء ونحن في الغربة. وكان واضحا منذ تلك اللحظة أن الأمير حسن الأطرش قد غير من طبيعة المهمة التي جاء من أجلها، فهو لم يعد يريد أن ينهى ابنة العائلة عن الغناء سواء بالحسنى أو بالقوة، وإنما يريد شيئا آخر. إن الفتاة التي رآها أمامه قد أثارت مشاعره، إن قلبه خفق بالحب لها منذ النظرة الأولى، ومن هنا فهو الآن لن يطلب منها التوقف عن الغناء حفاظا فقط على تقاليد العائلة، وإنما أيضا لأنه يريدها أن تكون شريكة لحياته. ودخلت الثلاثة أسمهان، الأمير حسن، وفؤاد الأطرش إلى البيت، وقامت الأم ترحب بضيفها الأمير حسن الذي لم يضيع الوقت، فما أن دخلت أسمهان إلى غرفتها حتى بادر فؤاد بالقول: يا فؤاد، أريد أن أطلب يد شقيقتك آمال لتكون زوجتي. وبكل احترام أجاب فؤاد: حلت البركة يا أمير، ومن أحق بآمال الأطرش أكثر من ابن عمها. وعندما دخلت الأم بالقهوة، فاجأها ابنها فؤاد قائلا: يا ماما، الأمير حسن يريد أن يصاهرك، إنه يطلب منك يد آمال. وجمدت الأم في مكانها أمام هذه المفاجأة ولم تحر جوابا. صحيح أنه يسعدها أن تتزوج ابنتها ويكون زوجها هو أحد أمراء العائلة، ولكن هل يمكن أن تتزوج اسمها الآن وهي التي تعيل العائلة وتوفر لها بعض العيش الرغيد؟ فؤاد الأطرش قال: يا ماما، بماذا تفكرين؟ هل إن الأمر يكون بحاجة إلى تفكير عندما يطلب يد ابنتك الأمير حسن الأطرش؟ أنسيت من نحن؟ أنسيت أن من السعد لنا أن يصاهرنا الأمير حسن؟ وقالت الأم: أعرف ذلك يا فؤاد، ولكن الأمر جاء مفاجئا، وسيقلب حياتنا رأسا على عقب بعد أن بدأنا نتذوق طعم الاستقرار. ثم إن الرأي هو أولا وأخيرا رأي آمال، ما تقوله هي أنا موافقة عليه. ودخل فؤاد الأطرش إلى غرفة شقيقته وقال لها: أمال، لقد جاءك السعد، إن الأمير حسن الأطرش يطلبك للزواج. والأمير كما تعرفين عز وحياة ومال ومكانة، وأنت طول عمرك تتمنين أن تتخلصي من الحياة التي نعيشها وتعودي إلى حياة الإمارة، وها إن الفرصة قد سنحت لك، ماذا تقولين يا أمال؟ وفكرت اسمها لحظة ثم قالت: أنا موافقة على أي قرار تتخذه الماما. وحاول فؤاد الأطرش أن يحمل أسمهان على أن تتخذ بنفسها القرار بشأن المصير الذي يتوقف عليه خط سير حياتها، ولكنه اصطدم بعنادها وإصرارها على أن تترك الرأي لوالدتها،
ثم عندما حاول مع الوالدة لم يكن ردها الرفض، وإنما طلبت أن يؤجل الموضوع إلى وقت آخر تكون فيه قد رتبت حياة عائلتها. وأمضى الأمير حسن الأطرش أياما في القاهرة، ثم سافر إلى جبل الدروز، وكان غاضبا كل الغضب على السيدة علياء المنذر التي وقفت في وجه زواجه من ابنته العائلة التي أحبها. والقصة لم تنتهي بعد. تغمد الله أصمهان بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وحتى لقاء آخر مع الحلقة التالية في صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. أرجو أن تدعموا القناة باشتراككم فيها، وأن لا تبخلوا عليها بالضغط على زر الإعجاب وبتعليقاتكم الإيجابية المحفزة على مزيد البذل والعطاء. وتقبلوا تحياتي أخيكم نعيم المامون.